أهلا بكم مشاهدينا، هنستعرض لحضراتكم تفاصيل حالة طقس اليوم التي تشهد نشاطا للرياح وسقوط أمطار على عدة مناطق مع بيان بدرجات الحرارة. بدأ العد التنازلي لاستقبال فصل الشتاء وسط تنبؤات باستقرار حالة الطقس الأيام الجارية وحدوث ارتفاع في درجات الحرارة، حيث سيبدأ فصل الشتاء هذا العام يوم الأربعاء الموافق 21 من ديسمبر ويستمر حتى 30 من مارس القادم، وسيكون النهار في ذلك اليوم هو أكثر نهارا في العام بحسب تصريحات الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية. وحول حالة الطقس اليوم، قالت هيئة الأرصاد الجوية إنه يسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على جميع الأنحاء. وأشارت الهيئة إلى استمرار فرص سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة من البلاد، وأيضا وسط استقرار في درجات الحرارة على جميع الأنحاء. وبحسب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن حالة الطقس اليوم تكون مائلة للبرودة في الصباح الباكر، لطيفة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، ويكون الطقس معتدل الحرارة أيضا على السواحل الشمالية الغربية، ويكون حارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. أما عن حالة الطقس ليلا فسيكون مائلا للبرودة في أول الليل، بارد في آخره على أغلب الأنحاء. ونوهت أيضا الأرصاد أن الطقس سيشهد نشاطا للشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد. وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس نشاطا للرياح أيضا على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة، ويظل هناك فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة. أما حالة البحر المتوسط فستكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح الشمالية غربية، والبحر الأحمر فستكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية. ونوه خبراء الأرصاد بضرورة عدم تخفيف الملابس والانخداع بسطوع الشمس، حيث يفضل الالتزام بارتداء الملابس الشتوية وخاصة خلال فترات الليل والصباح الباكر تجنبا للإصابة بنزلات البرد. أما عن درجات الحرارة المتوقعة بمختلف الأنحاء اليوم فهتكون كالتالي: القاهرة الكبرى والوجه البحري 22-15، السواحل الشمالية 23-14، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 26-17، شمال الصعيد 22-11، جنوب الصعيد 26-12. مشاهدينا، بكده تكون انتهت تغطيتنا عن حالة الطقس اليوم والأيام المقبلة. بنشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.